حضرتك اديتني الميثاق، يعني هو تكون من 7 نقاط اساسيه او 7 مبادئ اساسيه، اولها طبعا الحق في الوصول او حق اي شخص ان يتواصل عبر الانترنت في اي وقت وفي اي زمان، حق السلامه ان يكون يوصله امن وبتكلفه اقل طبعا عشان يقدر يتجاوب معاه، ثالث حق الحق في الجوده ان يكون انترنت بصوره دقيقه وبجوده متاحه وبدون ادنى مشكلات، الحق في المحتوى ان يكون ليه الحق ان يشوف اي محتوى هو عايزه بشكل امن وبشكل صحيح، المبدا الخامس الحق في المشروعية الاستفادة من خدمة الانترنت في كل المجالات، الحق السادس الحق في حماية البيانات الشخصية واحترامها وعدم المساس فيها، الحق السابع وده طبعا من أهم الحقوق اللي احنا شايفين مشكلات ومعوقات في كل العالم، هو الحق في عدم التصنت بأي حال من الأحوال على حاجاتك الشخصية بدون إذن قضائي مسبق. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. يعني زي ما حضرتك شايف ان الحقوق هي من ناحية الحقوق التشريعية والحقوق الثقافية والتعليمية اللي هو الحصول على محتوى دقيق وجيد وأمين، لأن مش ممكن إن أنا أسمح إن أنا أحصل على محتوى من على الإنترنت شخص يحط لي كتب مزورة المعلومات أو معلومات غير دقيقة، إحنا لازم ندقق في المحتوى خاصة المحتوى العربي، لأن المحتوى على الإنترنت نقدر نقول إن أكثر من 95% من الدول العالم حتى المحتويات بتاعتها بكثافة، لكن الدول العربية عندها قصور حاد في المحتوى العربي السليم. احنا بنجد ان الدول العربية بتضع الكتب القديمة الكتب الصفراء القديمة فقط على الانترنت، لكن الكتب الحديثة والكتب اللي بتتكلم في العلوم والتكنولوجيا بنفتقد وجودها على الانترنت، الكتب التعليمية الحديثة الخاصة ذات الاختصاصات، يعني ذات الاختصاصات المتخصصة دي بنفتقد وجودها على الانترنت. بفتقد انا ككفيف الكتب اللي موجودة بصورة نصية، وديت من الحقوق اللي احنا ركزنا عليها، وده كان موضع تمثيلي في المؤتمر، ان احنا عايزين النصوص التي توضع على الانترنت او الكتب التي توضع على الانترنت لا توضع في صورة في شكل صورة، يعني احيانا او في كثير من الاحيان الناس بيضعوا الكتب مجرد مصورينها عاملين لها سكاننج بمساحه ضوئيه بس حاطينها على الانترنت. مظبوط، دي يعني اسهل ان الوسائل اللي هو يعملها، لكن دي لا تعطي نصا للكفيف، لان اي برنامج من برامج قراءه الشاشه لا تعتمد على الصوره، مش هتقدر تعمل لها او سي ارنج او تعرف ضوئي، يعني هيعجز الكفيف، وهيبقى هنا في الحاله دي هو فقد حق من حقوقه الأساسية في التعليم والتعلم. طيب أستاذ أحمد، بنتكلم عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن مظلومين شوية في مصر، وبنحاول في الدستور الجديد ان يكون لهم دور كبير جدا او يكون لهم مشاركات وليهم نسب محدده في كل المجالات، لكن ده مش موجود لحد دلوقتي. ايه اللي ينقص الكفيف؟ يعني ايه اللي ناقصه في مصر وفي الوطن العربي عشان يكون على قدم المساواه مع الشخص السوي؟ هو يعني ما اقدرش اقول ان هو يعني ليس على قدم المساواه، هو شكليا في القوانين وفي كل شيء احنا بنقول ان المواطنين متساويين، لكن فعليا الشخص الكفيف بيحتاج لدعم، دعم سواء دعم مادي او دعم تعليمي لكي يصل الى المستوى العلمي، وده اللي انا بركز عليه دائما، انا عايز الشخص الكفيف يصل لمستوى علمي يساوي بشكل عام. دي لان احنا عندنا مثلا اذا كان عندنا نسبه 3% من 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 من, من, من سكان مصر عندهم كف بصر او عندهم ضعف ابصار، فدي نسبة كبيرة تمثل حوالي 2.7 مليون، لا يصل إليهم التعليم إلا بالقدر الكافي إلا ل5% فقط. طب ده منهم 5% كمان بيشتغلوا. طب ده بشكل عام يا استاذ رحمن، لكن بالنسبة لمجال التكنولوجيا أو في التكنولوجيا هم مفتقدين إيه؟ ده إذا كان 5% ده في الشكل العادي أو في التعليم العادي، طب في التكنولوجيا الحل إيه؟ ما احنا بنقول 5% متعلمين،
منهم 5% بيعملوا يستطيعوا ان هم يشتروا التكنولوجيا، لان التكنولوجيا يتواصلوا معاها. التكنولوجيا مش بس يتواصلوا، التكنولوجيا مكلفه جدا، تكنولوجيا الكفيف. يعني ممكن شخص كفيف يحتاج له لتحويل جهاز كمبيوتر لكمبيوتر ناطق الاكثر من 20,000 جنيه. 20,000 فتبقى حرام. يعني هنا محتاج تدخل من الدوله، تدخل من المؤسسات الاجتماعيه لتوصيل هذه الخدمه للكافه، وليس لذوي القدرات او لذوي اللي عنده قدره ماليه ده اللي بيقدر ان هو يشتريها. لكن نقدر نقول ان الاغلبيه العظمى لا يستطيعون الوصول الى التكنولوجيا. التكنولوجيا مكلفه يعني الى اقصى حد. يعني احنا بنتكلم بس على جهاز كمبيوتر، عشان احوله لجهاز كمبيوتر ناطق بحتاج لحوالي 20,000 جنيه. رقم كبير طبعا، رقم كبير. لكن هو كمان محتاج لحياته حاجات تانية، محتاج لحياته حاجة تساعده في المشي، محتاج لحياته حد يمشي معاه، محتاج لحياته حد يقرأ له. كل الحاجات دي احنا هنفتقدها، بنفتقدها بقوة. ودي ممكن التكنولوجيا تقضي على نسبة 90% منها، لكن مثلا حتة المشي لا، يعني فيها صعوبة، محتاج لك لشخص معاه. ومع ذلك ان الدولة طيب تكفلوش ان يكون ليه رفيق في مثلا في المواصلات. طب حضرتك معاك النضاره اللي كنا بنتكلم عنها، ولا لسه هنتكلم عنها؟ النضاره دي بتعمل ايه، والفرق ما بينها وما بين النضارات العاديه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دي نضاره للحمايه من العوائق، هي نضاره متطوره جدا وحديثه جدا، بتصدر فايبريشن بمجرد ما يقع امامها عائق على مسافه تصل الى 3 متر. ابتداء من 3 متر انا وانا ماشي لابس النضاره دي على مستوى الراس، بتتيح لي ان انا اي حاجه قدامي بتعمل فايبريشن. الفايبريشن دي بتتصاعد كل ما بقترب من مكان العائق اللي قدامي. وهي طبعا من الحاجات الحديثه جدا دي، تستخدم بالاضافه للعصايه البيضاء. يعني هي يعني التجربه العمليه يا استاذ عبد الرحمن، يعني العائق ما بين 3 متر هي بتدي صوت انذار، بتديني فايبريشن قوي بحس بيه في راسي، للحاجات اللي هي على مستوى الراس واقل 30 سنتي او اعلى 30 سنتي، بحيث ان انا ما اصطدمش بيها. وديت الحاجات اللي هي بتمثل خطوره قصوى على الشخص الكفيف، ان هو يصطدم ممكن بشجره، ممكن يستخدم بحديد، باي حاجه تصيبه اذى مباشر. بتستخدم انا يعني معاونه للعصايه اللي بمسكها في ايديا، لان العصاية بتقيني من الحفر ومن ارتفاعات اللي في الارض، فانا بقدر ان انا بالاثنين يتكاملوا مع بعض اقدر امشي، وده هنا بيسهل كتير من الحركة. دي تكنولوجيا يعني خدمية كويسة جدا، بس برضو عندنا مشكلة اكبر. دي تكلفتها كام يا استاذ عبد الرحمن؟ للأسف مكلفة جدا، مكلفة برضو. دي يعني تصل ثمنها لحوالي 70 دولار جنيه استرليني. يعني 70 يعني تقريبا حوالي 700 جنيه. حوالي 700 جنيه. طبعا مش كل واحد هيقدر ان هو يجيبها، فاحنا عايزين تدخل، لازم تدخل من الدوله والمؤسسات الاجتماعيه عشان ان الحاجات دي تصل الينا. لكن هي الحقيقه من الحاجات المفيده جدا. التكنولوجيا اصلها يعني ما بتتراجعش. طيب. عماله تتقدم كل يوم اكتر واكتر. عشان برضو نكون مفيدين اكتر يا استاذ عبد الرحمن من الحوار ده ونطلع بنتيجه، الـ يعني اصحاب الحالات الخاصه وذوي الاحتياجات الخاصه محتاجين ايه في نقاط من الدوله ومن الدعم وحتى المساندات، يعني في نقاط محدده في مجال التكنولوجيا على وجه التحديد، ايه اللي احنا محتاجينه؟ محتاجين ان مراكز الابحاث العربيه تبتدي تشتغل على هذه التكنولوجيا، تبتدي انها تطور لينا حاجات منتجة هنا في العالم العربي، في مصر بالذات، عشان ننتج هذه الأجهزة بصورة رخيصة أو أمثلها. يعني مش لازم هي، يعني في حاجات كثيرة ممكن تحل محل هذه التكنولوجيات. ممكن تبقى في صورة أجزاء، أشياء تتعلق في الصدر للعوائق، أجهزة تقرأ ما يكتب على شاشات التلفزيون، اجهزه اللي ممكن ده موجود حقيقي، في موجود حاجات زي كده بره، بس احنا عندنا في العالم العربي صعبه شويه. مش صعبه،
الحاجات دي كلها دلوقتي في ظل التقدم التكنولوجي الكبير اللي موجود عندنا. يعني احنا عندنا يعني مراكز بحث قوية وعندنا ناس في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعني الحقيقة متقدمين جدا وبيحققوا مراكز وإنجازات عظيمة في العالم بره. ليه ما يتجهوش لدوت؟ عايزين من كليات الهندسة تبقى الابحاث مظبوط ومشاريع التخرج احنا محتاجين نركز في هذا المجال ده. احنا محتاجين طبعا ان احنا نركز ومحتاجين ان احنا نهتم اكتر واكتر. انتوا جزء من المجتمع وعلى الاقل في المجال التكنولوجي لازم نهتم بيكوا. انا ما فيش غير ان انا اشكرك وفعلا سنضم صوتنا لصوتك في مجال التكنولوجيا. لازم اشكرك استاذ عبد الرحمن عثمان متخصص تكنولوجيا ومستشار في ذوي الاحتياجات الخاصه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. شكرا ليك وشرفتنا واهلا وسهلا بيك دايما استاذ عبد الرحمن. اهلا بيك. أنا شاكر للنيل الأخبار البيت اللي أنا تربيت فيه يعني بيت عظيم ويستحق مننا إن احنا نرفع اسمه كتير. أهلا وسهلا بيك وشكرك على الكلمات الرقيقة من حضرتك. يمكن مشاهدينا الكرام زي ما ختمنا الحلقة بشيء متخصص عن التكنولوجيا ذوي الاحتياجات الخاصة لازم نختم مع حضراتكم وأشكركم. بس قبل ما أشكركم هنشوف تقرير بإذن الله عن موضوع خاص جدا يمكن شهر وأقل من شهر هيكون عندنا الكريسماس أو عيد الكريسماس اللي بيحتفل بيها جزء كبير من العالم. لكن هم السنة دي حابوا يحتفلوا بشكل مختلف شوية. حابوا يختلفوا بجزء من التكنولوجيا. هنشوف تقرير فيه حاجات كتير جدا بتشوف وتتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل. لكن أشكركم ونتقابل بإذن الله في نفس الموعد من الأسبوع القادم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. قبيل موسم أعياد الكريسماس بحوالي شهر يبحث صناع وأصحاب المحال على كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا يمكن أن يكون هدية مبتكرة بمناسبة الأعياد. وفي معرض متخصص في لندن عرضت ألعاب تكنولوجية جديدة تعتبر ملهمة لأصحاب محال مثل هذه النوعية من الهدايا. وإذا كان هناك سيدة تعاني من تنظيف المنزل بالطرق التقليدية ما على أولادها وزوجها إلا أن يشتروا لها هذه المكنسة التكنولوجية والتي سميت المكنسة الروبوت لأنها تقوم بالتنظيف أوتوماتيكيا دون تدخل من أحد. هذه المكنسة هي أحدث مكنسة روبوت حتى الآن وتباع بأسعار تعتبر في متناول الغالبية العظمى في أوروبا وأمريكا. تقوم المكنسة عن طريق حساسات بالتنظيف مثل الإنسان تماما حيث تقوم بالالتفاف حول الأماكن الضيقة لتنظفها بإتقان. ويوجد نوع آخر من هذه المكانس متخصص في قص الحشائش الزائدة في حديقة المنزل. هذه النوعية من الآلات التكنولوجية التي تقوم بالأعمال المنزلية أرخص كثيرا لو أن من يقوم بها خادم وعملية التنظيف تكون أفضل. وكما يقول أحد الزوار للمعرض إن الخادم الخاص من الممكن أن يتغيب عن العمل لكن الآلات المنزلية التكنولوجية لا تتغيب عن المنزل ورخيصة الثمن وصيانتها سهلة وبسيطة. غير هذه النوعية من الهدايا المفيدة في المنزل توجد هدايا أخرى ترفيهية بعض الشيء مثل لمبة نيون على شكل الجيلي فيش ومروحية صغيرة تضيء بعدة ألوان لتشير إلى الساعة. وهذا يعني أنها ساعة ومروحة ولمبة نيون ألوان في الوقت نفسه. ولعبة أخرى للمياه المضيئة الراقصة والتي يوجد بها حساسات فتعمل عند إصدار نغمات. كما توجد ألعاب مثل لعبة العنكبوت والتي يمكن للطفل أن يستخدمها كآلة حرب وهو يلعب. وكان لافتا للنظر بعض الألعاب الذهنية التي يلبس لها خوذة صغيرة بها حساسات لتحرك كرة بأمر من المخ وتوضع هذه الكرة في مكان خاص بها. وحينما تتجول في هذا المعرض تجد أنه يناسب مختلف الأعمار واحتياجات كل شخص. والملحوظ أن هدايا أعياد الكريسماس أصبحت شيئا مفيدا ويرضي جميع الأذواق.